ومش وكانت تبقيهم هنا دايرين الدعارة وكيمنشك بهم بقى لهم هاد الدعارة خصها تقلع من هاد الحومة منا ونطلم الجوارين هزوا معاه الضد وبقاو ديما يتعاونوا علينا ديما كيهجموا علينا ومن مشيو للدائرة نشكيو بهم كيجيو عندهم يقولوا لهم والو يديو خوتي يقصنوهم تما في الكاتريام ويوليو يطلقوا لهم وهما مخلينهم هكاك دايما يسدوا علينا ودايما يجيونا بالسيوف وبالمقاطع والبارح ضربوا خويا بالمقاطع وهجموا علينا الضرب السيوف وبالمنقويات وجابوا صحابهم واليوم عاود تاكين هاك البارح هكاك والبارح هكاك من اللي بدا العيد وحنا هكا فيهم في الحرب ومن نمشي نجري بالحفل الكاتريام نقول لهم روحوا عتقوا خوتي عتقوا الروح ما كيديوهاش كاع فينا يجيو يضربوا دور عليهم ويمشيو هما هاجمين علينا والبارح جابوا الكلوشاره وجابوا ولادها ولادها كتبيع تعطى هنا الدعاره وكانت هنا تاع الدعاره هنايا في الدرب وكانت تبيع الشرب وعندها سوابق وبالتالي من كنمشيو للبوليس ما كيديروا لها حتى شي حاجه ودرك البارح جاوا عندنا هنا هاجمين عندنا تلفوا من الباب تاع دارنا وباغي بحدوك بدو تعاونوا عليه جابت الكلوشاره ثلاثه وهي معاهم خمسه ولادها بولادها خمسه ومن جات هنايا تعاونت على با وقتلوا لي با قدام عينيا ومن ديتو للسبيطار بقيت قياس السبيطار يشوفوا فيه الطبه ما داوهاش كاع فيه حتى واحد ما عتق عيط نغوت عيط نزق في الفرابي حتى واحد ما داها فيه وخلاو هاك كيموت حتى مات طلب منك جلالة الملك باش تاخذ الحق تاع با اللي هاكا رزاوني فيه وخلاوني حنا خمسه تاع الخوت يتامه كاين والو هما هضروا كلشي وخوتي قبضوهم اعتقلوهم ومقبضينهم واش هذا هو المخزن وهذه هي الدوله دوك حنا فين يمشي حقنا ما عندنا حتى واحد اللي يوقف معانا سيد اجلالة الملك الا تسمع فيا وقف معانا وشوف من حالنا هادشي حنا ما قدينا لهش اسيدنا والله الحقره هذه راهم يقبضونا ويقتلونا في ديورنا وحنا نشوفو ما كاش قاعد اللي يرحمنا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا